كل وسائل الإعلام المصرية والإقليمية كانت بتعزي وكانت بتنعي فقيد الوطن والوطنية، فقيد مصر الفريق محمد العصار. اليوم ووري الثرى وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي رئيس حرب أركان حرب القوات المسلحة، ومجموعة من الوزراء وكبار رجال الدولة. في مشهد مهيب تم وداع الدولة المصرية وإدارة الدولة المصرية للفريق محمد العصار، رحم الله الفقيد وألهمنا جميعا وأهله وزويه ومحبيه الصبر والسلوى.